بسم الله الرحمن الرحيم. فكرة عبد الواحد كاتب عام لوزارة البيئة. إذن كيف كتعرفوا المغرب خضع على عاتقه باش هاد الدورة 22 لمؤتمر الأطراف حول المناخ تكون دورة إفريقية بامتياز. الحقيقة كتشمل جميع الدول النامية ولكن خصوصا إفريقيا، والدول الإفريقية وضع واحد الرهان كبير على المغرب وعلى مراكش باش تحاول تدفع بكل المقاربات اللي غادي تمكنها من تصدي لعواقب التغير المناخي. كيف كتعرفوا افريقيا كاينه في واحد المنطقه اللي هي الاكثر هشاشه والاكثر تعرضا للتغير المناخي على شاكله مناطق اخرى في الجنوب ديال الكره الغربيه. بحكم انه اللي منظم هذه الدوره غادي يحاول ما امكن باش يكون هو يعني اللي غادي يوصل هاد الرساله ديال الدول الافريقيه ويطالب باش واحد المجموعه ديال الامور تكون من ضمنها التمويل الخاص بالتكيف، من ضمنها تعزيز القدرات والتكوين، من ضمنها نقل التكنولوجيات من الدول المتقدمه للدول الناميه. اذا باختصار كاين امل كبيره معقوده على بلادنا. نتمنى ان شاء الله نكونوا قدر يعني على حسن ظن الدول الافريقيه باش اننا نوصلوا الصوت ديالهم ونعاونوا باش هذا التغير المناخي والعواقب السلبيه ديالو يكون تخفيف ديالها في الدول، والتعاون ماديا. كيف كتعرفوا الدول المتقدمه التزمت 100 مليار دولار ابتداء 2020. اذا من ضمن الرهانات اللي كاينه في مراكش في لاكوب 22 هي وضع الاليات الحقيقيه العملياتيه لتفعيل هذه التمويلات ووضع رهن اشارات الدول الناميه بالخصوص الدول الافريقيه. اذا باختصار يعني دوره غادي تنعقد في ارض افريقيه من الطبيعي تكون في صالح الدول الافريقيه. شكرا.